ادري يعني ما عندك تليفون قلبين بي؟ يلا شفت ماكو احد بينا ما صاير بيه هذا المشهد او ما صاير بيه هذا الموقف بالكوستر بالسياره اقاربك مكان عام لازم احد يشاركك بتليفونك ما تقبل غلط. المعنى من هذا شنو؟ اكو فرق بين الخصوصيه واكو فرق بين احترام الاخرين. الخصوصيه انه هذا شيء خاص بيه وانت ما تقدر تتدخل بيه خلاص هاهي، بس من انت تجي تحترم الاخرين انت بعيد تماما عنه، ما لك اي حق تفرض نفسك عليه. هذا التصرف ابد ما حلو ويدل على قله الادب نوعا ما، من انت ما تحترم الاخرين وما تحترم خصوصياتهم. يعني التليفون به خصوصيه، يعني هذه رساله بسيطه حبيت اوضحها بمشهد بسيط بيني وبين محمد، كان شيء كلش ما حلو واتمنى رسالتي توصل. يعني ها هي تعالي باي هم تعالي تفرج. لا هاي التوبة ماكو واحد ما صاير في هذا المشهد ما يدجاج للصوت